بالفعل تقرير لبنك اوف امريكا اشار فيه الى ان قيمه الجنيه المصري تقترب من قيمته العادله، وانه يتوقع ارتفاع الجنيه خلال الفتره المقبله. ايضا اشار الى التدفقات النقديه من صندوق النقد الدولي ومن الامارات في اطار بالطبع صفقه راس الحكمه وغيرها من الصفقات، وتاثيرها الايجابي على سد عجز ميزان المدفوعات، وانه هذه التمويلات تغطي الفجوة التمويلية لمصر خلال من عام إلى عامين، والتي قدرها ما بين 5 إلى 10 مليارات دولار. أيضا أشار إلى توقعاته بالنسبة لأسعار الفائدة، أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة في المتوسطات الحالية حتى نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أنه يمكن مع نهاية العام الحالي تتحول الفائدة في مصر إلى الناحية الإيجابية. فمن المعروف أنه حتى الآن على الرغم من الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة حاليا، إلا أنها تعد فائدة سلبية في ظل استمرار أرقام التضخم المرتفعة. وبالتالي يشير التقرير إلى أن البنك المركزي، وهذا متفق مع عدد كبير جدا من المحللين في الوقت الحالي، أن البنك المركزي سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام الحالي. وهنا نشير إلى أنه الأسبوع المقبل هناك اجتماع للبنك المركزي لبحث أسعار الفائدة، ويسبقه بالطبع يوم الأربعاء المقبل هناك أرقام التضخم. فهيمة، أيضا نواصل متابعة أسواق الدين في مصر، وكان لدينا عد أعطاء يوم الخميس إذا وشهد ارتفاع للفائدة، فهل لك أن تعطينا تفاصيل هذا العطاء؟ كنا تحدثنا يوم الخميس الماضي حول طروحات عطاءات أدوات الدين خلال يوم الخميس واليوم الأحد، وذلك في ظل أن يوم الخميس المقبل أجازة. بالفعل عطاء يوم الخميس شهد ارتفاعا لأسعار الفائدة. كانت الحكومة قد طرحت عطاءات سنة وستة أشهر بقيمة 75 مليار جنيه، قيمة ما تقدم به المستثمرون للحصول، يعني قيمة ما تقدمت به المؤسسات من عروض وصل إلى نحو 127 مليار جنيه، ولكن ما قبلته الحكومة كان محدودا للغاية 23.5 مليار جنيه. ولكن من الملاحظ بالطبع ارتفاع أسعار الفائدة، وصلت على أجل سنة إلى 26.1 وأجل 6 أشهر إلى 26.3. هذا الارتفاع هو الأول منذ 3 أشهر، فبعد شهر مارس بدأت وزارة المالية تستغل الإقبال الكبير على أدوات الدين المحلية خاصة من الأجانب في خفض الفائدة، حتى وصلت إلى مستويات أقل من 26%، كانت في حدود 25.9%. هذا الارتفاع هو الأول منذ 3 أشهر. وهنا نشير، تحدثت مع بعض المصادر وأيضا بعض المحللين أكدوا أنه خلال الأسبوع الماضي والأسبوع الأسبق كان هناك مبيعات قوية نسبيا للأجانب في سوق أدوات الدين المحلية في السوق الثانوي بالطبع. ولذلك يمكن أن يكون أيضا مع ارتفاع الدولار مقابل الجنيه خلال الأسبوع الماضي والذي سبقه، هذا دفع الأجانب إلى عمليات البيع، وبالتالي الحكومة تعدل من سياستها مرة أخرى لجذب استثمارات جديدة من الأجانب في أدوات الدين. فهمة، على مدار الأسبوع الماضي إذا ما نظرنا إلى الأداء الأسبوعي للمؤشرات المصرية كانت جميعها على ارتفاع، اليوم كيف نتوقع أن تنطلق التداولات، وهل نتوقع استمرار يعني الزخم في السوق المصرية؟ ارتفاع الأسبوع الماضي بالطبع كان ارتفاعا جيدا، ولكن بالطبع كانت هناك بعض الضغوط البيعية استغلالا لعمليات الارتفاع التي شهدتها البورصة، ولكن وكان هذا الارتفاع على الرغم من قيام الأجانب واستمرار الأجانب والعرب في عمليات البيع في السوق، وعلى أسهم قيادية شهدنا صفقات على فوري وأيضا إي فاينانس. وبالتالي ولكن مع إعلان الحكومة التشكيل الجديد وإعلان اسم حسن الخطيب وزيرا للاستثمار، كان هناك حالة من التفاؤل انعكست على المؤشرات وعلى أداء السوق، وأيضا الصفقة التي أعلنها طلعت مصطفى انعكست إيجابا على السوق، حيث قاد السهم القطاع العقاري استحوذ على نحو 20% من التداولات الأسبوع الماضي، كان بقيادة سهم طلعت مصطفى وبالم هيلز. أيضا طلعت مصطفى ارتفعت بنحو 5.8% على مدار الأسبوع.
بالطبع هذا الأسبوع نترقب غدا إعلان الحكومة عن برنامجها أمام البرلمان، وبالطبع سيؤثر بصورة أو بأخرى على أداء السوق. أيضا نترقب اليوم سهم السويدي إلكتريك، مع اليوم هو الأخير في عرض الاستحواذ الذي تقدمت به شركة إلكترا هولدينج الإماراتية على 24% من سهم السويدي إلكتريك، وبالتالي سنعلم مع نهاية اليوم إذا كانت هذه الشركة مستمرة للقيد في البورصة أم سيتم إلغاء قيدها في السوق، وهي من الشركات الكبيرة في السوق، وبالطبع في حالة إلغاء قيدها سيكون خسارة كبيرة للسوق، في انتظار بالطبع السياسات الجديدة للحكومة الجديدة، وما إذا كانت ستكون هناك بضاعة جديدة ستدخل السوق عن طريق برنامج الطروحات.